لحط جاي لحط شنطت لحط هون مايكل أيمن هاي حسان هير جرب من الثلاثة بحط ماكل كامبلان كمياتي بأمنها وبحطها بعادل بس الحكم نهى المارك 48-20 هيدا هو وضع النقاط 28 نقطة لمصلحة فريق الرياضي اللي مشان تفجر بيرد محاولة وكمان بدأ اي 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 لناحية أشا مرة جديدة عن ثلاث نقاط أي 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 يا أشا بتوصل دمياطي جديد وبقدر يسدد عن ثلاثة ووليد دمياطي زخم يلي كان أخذ المكان المناسب برداويل موف رائع لبرداويل وتسجيل لبرداويل 9 نقاط بس لفريق الرياضي يلي رجع دخل بصفوفه هاني الزاخم وسدد وسجل كمان هاني الزاخم علي شمسين عن ثلاث نقاط رائعة بهالوقت وبكره بيعرف شو بتكون النتيجه على كل اللي مشنطف عم يخترق وعم يسجل بروعه كمان اللي مشنطف 73 هيدا هو الوضع جاسم عم يخترق وبروعه بروعه بيسجل بالبورد